بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الكريم. أبنائي الأعزاء أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله لقاءنا مع أبنائي تلاميذ السنة الرابعة وأيضا الخامسة، لأنه النص يصلح للرابعة والخامسة إن شاء الله. راح نشوف تحليل النص مع الأسئلة مع الوضعية الإدماجية. إذا ما جانيش الفيديو إن شاء الله طويلة، حندير الوضعية الإدماجية في هذا الفيديو. تبدأ أولا ابنتي بقراءة النص ثم أكمل. مما ورد في كتب التاريخ أن ضابطا فرنسيا وقع أسيرا بأيدي جنود الأمير عبد القادر، فحاول أن ينتحر خوفا من التعذيب الذي كان يعتقد أنه سيتلقاه على أيدي الجنود الجزائريين، فجيء به إلى الأمير فهدأ من روعه وأقنعه بأن المسلمين يرأفون بأسرى الحرب فلا يعذبونهم ولا يسيئون إليهم، فزال خوف الأسير واطمأنت نفسه وأدرك خطأه في اعتقاده، ثم شكر الأمير على حسن المعاملة وعفوه وتربيته لجنوده. أحسنت، شكرا. إذا نبدأ بالأسئلة. فقط قبل أن أبدأ، هنا ابنتي قالت فزال خوف الأسير، نقول زال خوف لأنها فاعل، يعني هنا مرفوعة وليست منصوبة. الأسئلة: البناء الفكري، من هو الأمير عبد القادر؟ هنا تعرفون درستم النص حول شخصية الأمير عبد القادر. هو بطل من أبطال الجزائر، هو مجاهد، هو شاعر، هو عالم دين، ناضل وجاهد في سبيل تحرير الجزائر في بداية الاستعمار. ثورته امتدت من 1832 إلى غاية 1840 اعتقد. المهم انتم كما درستوا راح تلخصوا الشيء اللي نعرفوه عن الامير عبد القادر، لكن لا يذكر كثيرا، انه نظم جيشه تنظيما قويا جدا، تنظيم محكم، حيث انه حتى فرنسا خافت منه انذاك وابرمت معه معاهدة تافنة اللي فيما بعد نقضت هذه المعاهدة، وعلى إثرها اضطر الأمير عبد القادر للاستسلام، ثم تعرض للنفي من المغرب إلى دمشق حيث وافته المنية رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. هو من أعلامنا وأبطالنا وقدوتنا الذين يجب أن نتخذهم قدوة. في أي زمن وقع؟ أنتم راح تلخصوا أكيد، راح تديروا سطرين ولا فقط. في أي زمن وقعت هذه الحادثة؟ هذه الحادثة وقعت أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر. لماذا حاول الضابط الفرنسي أن ينتحر؟ هنا راهو موجود لهنا، لأنه كان خائف من التعبير. هذا راهو موجود أمامكم. كيف تصرف الأمير مع الأمير مع الأسير؟ الأمير عبد القادر تصرف برحمة وعفى عن الأسير وأظهر له أخلاق المسلمين في التعامل مع الأسرى الحرب. ابحث عن معاني هذه العبارات في النص. أنا أسرع أسرع لكي أصور الكثير من الفيديوهات. ابحث عن معاني هذه العبارات في النص: أزال فزعه، هدأ من روعه، لدينا الذي يقبض عليه في الحرب الأسير، لدينا يعاملونهم بلطف ورحمة، يرأفون. هذه هي المعاني. لدينا الآن البناء اللغوي. أعرب ما تحته خط. نبدأ بالكلمة الأولى: أن ضابطا فرنسيا وقع سهلة جدا.
وقع في الماضي مبني على الفتح. هنا ثم شكر، لاحظوا هنا أبنائي، نقول شكر الأميرة ولا الأمير؟ شكر الأميرة. من هو الذي شكر؟ الذي شكر هو الأسير وهو الفاعل، نقول شكر الأميرة. الأميرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، صفة وفعلا متعديا. لدينا الصفة ببساطة جدا هنا فرنسيا، ضابطا هي عندنا فرنسيا وصفت كلمة ضابط. الفعل المتعدي ما هو؟ مزيك ما درته لكمش فيديو لكن نعمله لكم إن شاء الله. الفعل المتعدي ما هو؟ هو الذي يحتاج إلى مفعول به. لماذا؟ هناك بعض الأفعال التي لا تحتاج إلى مفعول به نسميها بالفعل اللازم، أما المتعدي فهو اللي لازمه مفعول به. هنا في اعتقادكم أبنائي ما هو؟ هو هنا عندنا شكرة، هنا شكرة، فعل شكرة، فعل متعدي. لماذا؟ لأنه لازمه مفعول به. لدينا علل سبب كتابة التاء بهذا الشكل، تاء وتاء. اطمأنت بالفعل، لذلك كتبت مفتوحة. أما المعاملة فهي كتبت مربوطة لأنها اسم مؤنث مفرد، اسم مؤنث مفرد. علل سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل في كلمة يرأفون، هنا بسيطة جدا لأنها جاءت منصوبة وقبلها سكون. حول ما بين قوسين إلى المثنى، فحاول أن ينتحرا خوفا من التعذيب الذي كان يعتقدان أنهما سيتلقيانه على أيدي الجنود الجزائريين. هنا فقط ملاحظة، أن ينتحرا، ما نقولوش أن ينتحراني. لماذا؟ لأنه مثنى، لأنه من الأفعال، عفوا، لأنه من الأفعال الخمس ودخلت عليه أن، نقول أن ينتحرا، أن ينتحر. لماذا؟ لأنه دخلت عليه الأفعال الخمس وبالتالي ينصب بحذف النون. ماذا لدينا؟ أنا اليوم أسرع نوعا ما، هذا ما لدينا. الآن الوضعية الإدماجية، الوضعية الإدماجية أقرأها وسوف أحاول أن أكتبها لكم في الموقع. أبدأ أكتب فقرة من 8 أسطر تصف فيها أحد أفراد عائلتك أو شخصية أنت معجب بها وصفا ماديا ومعنويا. يعني هنا المطلوب أنه الوصف يكون مادي ومعنوي، يعني نصف الشكل ونصف معنوي نقصد به الأخلاق. أبدأ، هذه كتبتها لكم الحقيقة بسرعة شديدة. من نعم الله علي وجود والدي، فأمي هي الدفء والحنان، وأبي هو قوتي وسندي. هنا أضع نقطة وأرجع للسطر لأن هذه هي المقدمة. أبي ما أجملها من كلمة، كلما رددتها شعرت بالأمان، فوجهه بعيني كالقمر، ارتسمت عليه علامة السجود التي كلما رأيتها رأيت قدوتي ومثلي الأعلى. فهو الوسيم الأنيق، يهتم بهندامه كاهتمامه بمحفظته التي تحمل حاسوبه أينما ذهب. أبي يحترم أمي ويقدرها، ويبر بوالديه ويحسن لهما. مسؤولياته كثيرة جدا، يحاول أن يعوضنا حبا وحنانا عن فترة غيابه عنا. أضع نقطة وأعود للسطر، أرحل هنا أذكر الخاتمة. كم أحبك يا أبي وأعذرك في غيابك، فأنت وإن غبت عنا طويلا فذلك لتؤمن لنا حياة أفضل. الحقيقة أولادي هنا الوضعية كتبتها بسرعة فائقة، أنتم فقط تستعينوا بها فقط، مش راحين تتقيدوا بها أو أي شيء. نتمنى إن شاء الله أنه الفيديو يكونوا استفدتوا منه
وفي الملتقى بحول الله.